أستاذ محمود، كلمنا بقى عن الأضحية الجملي السنة دي، أسعاره ومواصفاته، وبتنصح المواطنين عند اختيار الجمل بإيه؟ أول حاجة زي ما قلنا بالقرآن الكريم، ربنا قال إيه؟ أفلا تنظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ناخدها بالبلدي زي الجملة المشهورة على مستوى الترند والسوشيال ميديا، الجملي هو أمل. الجملي ده يا جماعة حاجة ربنا خلقها معجزة. لحمه، بوله، كل ما ينتج عنه شفاء، ما بيعياش ولو عيه بيموت. احنا عشان ناخد جمل لازم يكون عدى عليه 5 سنين، وده ثمنه ما بيكونش قليل، ما بيقلش عن 40. تمام. 40 ده ايه؟ وزنه 200 250، ممكن يزيد ويعلى معاك. في جمال بتعدي الملايين الملايين، دي السلالات العريقه زي الفرس والحصانه، مشهوره قوي عند الخليج وعند العرب. الجملي اللي الجزار اللي يشتغل في الجملي يشتغل في اي حاجه في الجزار، اللي يشتغل ما يشتغلش في الجملي ما يعرفش يشتغل فيه. دي اصول، دي بدايه، دي نهايه، ولحمه مسكر، لحمه جميل، منقسم لحاجتين، الجعوض والجمل الكبير. الجعوض لحمه صغير، لحمه السنه دي بيقف على التاجر في قلب السوق من 220 ل 230، وهو بيزود عليه شويه عشان يعرف يبيعه ويقدر يطلع مصاريفه منه. الجمل الكبير 190 200 وممكن يدخل في 210، ده بيستنصح بيه في الفرن، وبينصح بيه برضه ايه للاكل يكون سعره حنين على الناس شويه، لكن هو مصدر شفاء عادي. في ناس ما بتحبوش، بس يعني بنوجههم ان هو حاجه حنينه برضه وقريبه من الايد، ويقدر يوفي بيها اشعاع ربنا، يقدر يجيب ضحيه لو هو ما فيش امكانيه يجيب حاجه ب 80 90 الف. لا، في جمال بتكون مستوفيه الشروط، بس هو ربنا خلقه جسمه وكيانه وطوله صغير زي واحد طويل واحد قصير، فده بيفرق. Vigo.